فين وصل او لا فين وصلت يعني هذا الموضوع فين وصل هذا الموضوع هذا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كنعاود نشكر كل الوسائل الاعلاميه سواء المسموعه الرئيسيه او المواقع الاجتماعيه. طبعا احنا كنا متوصلنا بالخبر مع 10 امبارح لا فيش وصلتني، فانا كتبت رساله كالمعتاد رئيس الاتحاد الافريقي واتصلت به، واخا كانت عنده الكنازه ديال خالو كلمني وهضر معايا على ان الموضوع غادي يتحل، قلت له ماشي المشكل يتحل، هذه راه المره الثانيه ديال هذا هو المشكله يومين انسحبنا هذا هو المشكل ماشي اول مره انسحبنا ماشي اول مره وانسحبنا. من بعد كان لي اتصال مع الكاتب العام ديال الاتحاد الدولي هذيك الحفاش الليل، وبعثت له رساله نوته من النعاس، فهو قال لي هادشي ماشي مشكل. قلت له ماشي المره الاولى كنتو عاقبتو رأي المنطقه الاولى، كنتو عاقبتو باش ما يتعاودش يترشح وما ترشحش، وعاقبتو رئيس الاتحاد الافريقي باش ما يبقاش في الاتحاد، ولكن هادشي خصو غرامات ماليه كبيره لان هذه ما دخلتش، هذه ولات عندنا بشكل غريب. الحمد لله بعد الاتصالات اللي عطا تمكنا على انهم غيروا ذاك الخريطه، غيروا لي بوندرول اللي كانوا معلقين في لاصال والزواق ديالها وداك الشيء، الحمد لله انه الحق معنا.